ازيكم يا مواليد برج الاسد، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الاسد ليوم الاحد 18 سبتمبر ايلول 2022. النهارده مهاراتك التنظيميه والاجتماعيه قويه على غير العاده، لازم تستغل ده علشان تعرف تسيطر على كل الامور. هتنجح في شغلك وخارجه، حتى في حياتك الشخصيه هينتج عندها نظرات دافئه جدا للامور وكتير من الفوائد اللي بتتعرض ليها. عطارد راجعي بيعارض كوكب المشتري في اليوم ده، ده هيخلينا نفكر بشكل كويس جدا علشان نتجنب كل القفزات اللي بتعتبر فيها استنتاجات كتيره. احنا بحاجه بس اننا نلاقي مساحه علشان نستكشف وننشأ من خلالها تصور جديد لحلول جديده لكل المشاكل اللي عندنا ونعبر عن نفسنا بحريه اكبر. مع كل ده هنبقى بنميل شويه للمبالغه في النقطه الاكبر اللي عندنا واننا نفوتها بشكل كبير. من الافضل بس انك ننتبه اكتر، لاننا هيكون عندنا ميل اننا يكون عندنا مبالغه قويه واننا نسعى ورا معنى سليم. بيساعدنا النهارده بلوتو في وقت لاحق علشان نركز لصالحنا بشكل كويس. هيكون فيه خوض عميق جدا في مسائل مرضيه جدا ومفيده جدا. هنكون تحت تاثير واسع للحيله وفعالين. الوقت حيوي جدا لانجذاب نحو الاشخاص والمواقف اللي بتساعدنا علشان ننجح او حتى علشان نحقق اهدافنا واهتماماتنا اللي بتعتبر مشتركة بالأشخاص اللي حوالينا. بنصب تركيزنا النهاردة علشان نقضي عناصر مهمة جدا في يومنا حتى وحياتنا، في اننا نسعى نحقق كل اهدافنا في الشغل وفي الصحة علشان نتمكن اكتر من اننا نتقدم ونقتنع اكتر بوجهة نظرنا. بيشجعنا العبور ده علشان نتعاون ونركز قدراتنا العملية اكتر. هيستمر القمر في فترة فراغنا لحد ما يدخل القمر في برج السرطان في الفترة المسائية.